حياتي، واش راكم؟ واش تكونوا بخير ولا خير؟ جيتكم اليوم فيديو جديده اونفان سرعت لليوتيوب، عدينا لي فيديو جداد ومننا مليحه ولبست لنا جبال اليوم. واش رايكم؟ والله الله راني واش نقول لكم، راني معوله في اليوتيوب هاد الايام. دونك واش رايكم في الجبه ديالي؟ كتبوا لي في لي كومونتير اسكو عجبتكم، خرجت عليا ما خرجت عليا، منا ملهيها. دونك هاد الجبه اللي اذا حطيتوني عليها منين خديتها، دونك خديتها من عند هاد السيت اوريونتال طوندونس، فوالا اسم اوريونتال طوندونس .com، وين خديت من عندهم تانيت الجبه القبيله اللي شفتوها ديجا في الفيديو تاعي. دونك بزاف شابه هادي، تاني تاع عيد تاع مناسبات. بون دوماج ما درت لكمش الفيديوهات هادي قبل العيد باش تشوفوا هكا لي موديل اللي كاينين في هذاك السيت، اون سي جامي كنتو تحوسوا على هاد النوع من الجبات، مي بون معليش لا بروشان فوا. المهم هضرت بزاف وانا تخوت عيد دائما طويل. الفيديو تاع اليوم راح يكون على منتجات اللي كنت جربتها شويه في الفتره اللي فاتت، خصو في الفاكونس، دونك ما امبوسيبل ندي معايا كامل لي برودوي. دونك خديت منتجات جديده ونكون جربتها في لي فاكونس، وين شفت السلبيات تاعها بيان وشفت الايجابيات ديالها تري تري بيان. دونك فوالا فوالا، من هنا راح نهضر لكم على ليكسبيريونس تاعي مع لي فوسيل مغناطيسيين. دونك هذا الفيديو يعجبكم جيسبر راح يفيدكم. بالنسبه للناس اللي ما تعرفش تلصق لي فوسيل، اللي عندها صعوبه مع لي فوسيل، دونك تبعي هذا الفيديو للاخير باسكو واش نهضر من بعدا راح يعجبك. فوالا فوالا، ما نطولش عليكم بزاف، سي بارتي نبداو الفيديو ديالنا توت سويت. Alors, je vais commencer d'abord ma Enya. Donc, je vais commencer à maquiller Enya Hill ou là. Je vais maquiller ou j'ai eu le baki, je pense jamais. باش كي طيح يطيحوا البقايا تاع الماكياج هنايا، دونك نقدر نمسحو، بصح كي نديرو الفوندو تاعو نديرو لونتي سير من بعد ندير عينيا، دونك تولي كومبليكي باش نحيو هذوك الفوتات تاع الماكياج اللي بقى. دونك في هاد الماكياج راح نستخدم هاد لاباليت اللي شريتها جديده من عند لا مارك جوفياز. دونك هادي ذا ماسكرايد جايه الميني، دونك انا شريت الميني، كاينه الكبيره وكاينه الصغيره، دونك هادي خديتها من عند السيت تاعها. اي شوفوا لي كولور اللي فيها سون ماغنيفيك، بزاف شابين لي كولور، سورتو هذا تركواز، هاد لو روز، هاد لو فير، هاد لو بلو اللي درتو بزاف العراس هاد المره، جو بونس ماكيت به بزاف هاد البلو. دونك فرانشمون هاد لا باليت هايله، هادي فريمون من لي نوفوتي اللي عجبوني اللي شريتهم اللي نضموا الكوليكسيون تاعي الجديده تاع الماكياج. دونك فرانشمون هاد لا باليت متع ليها. باغ كونطخ اوسي شريت هادي نورفينا، لا باليت تاع اناستازيا اللي جايه كي من هكذا بهاد الشكل. هيدي تعجبتني، فيها لي كولور تاعها مايلين بزاف للموف غوز، دونك لي كولور هادو لي كولور باربي عجبتني وما عجبتنيش. اللي عجبني فيها لي كولور تاعها شابين بيغمونتي، لا بيغمونطاسيون تاعها مانيفيك، مي واش ما عجبنيش فيها تتفتت بزاف، تتفتت الطريقه ما تصوروهاش، دونك جوست تحطوا غير البانسو هكا ديجا يخرج معاها بزاف البرودوي، وهذه ما عجبتنيش فيها بزاف. اي سي بور سا دائما نحب الماكي عينيه الاولى، كي نجي نماكي بهذه الماكي عينيه الاولى ومن بعد الماكي ما ندير لو ريست الماكياج تاعي، باسكو فريمون تتفتت كوم با بوسيبل. اول ما احنا ناخذوه ناخذ هذا اللون يجيك من هكذا، وراح نكسر به عيني، يعني راح نحطه في الكسره تاع العين. شوفوا لا بيغمونطاسيون تاع لا باليت بزاف هايله، مي كيما قلت لكم العيب الوحيد اللي فيها هي انها تتفتت. دونك دائما نخرج المكياج على عيني باش العين تكبر بسهوله غير بالاصبع تاعنا. راح ناخذ هذا اللون اللي جاي موف من لاباليت جوفياز اللي جاي بهذا اللون، فوالا، وراح نحطه في كامل عيني بهذا الشكل، ونحاول ندمجو ونزيد نعاود نحط غير بشويه، ما تسرقوش ما تزربوش.
الوغ بعد ما كملت الفوقاني تاعينيه باسكو باش ندير التحتاني لازم الماكي لازم ندير الفوندو تاعي تو دونك جايه باش نلصق لي فوسيل ديالي. الوغ اليوم راح نهضر لكم على هاد لي فوسيل مانيتيك اللي جايين مغناطيسيين. دونك هاد لي فوسيل بون سمحوا لي على ديغلاس على الوسخ اللي راه في الباكاجينغ ديالهم باسكو هادو جيتهم معايا فاكونس جوستمون باش نجربهم بيان باش نعرف البوزيتيف والنيجاتيف تاعهم. هادو فري جربتهم تري تري بيان ولات عندي معاهم اكسبيرونس وعندي فيهم راي صريح جدا من الاول الى الاخير. دونك هادو اسمهم ويك اب اند ميك اب. دونك لا بوط تاعهم تجي بهذا الشكل. دونك يجي كون بطاك من هذه الكارتون صغير ومن بعد من الداخل تصيبوا برودوي تصيبوا معاه هاد اللقط اللي يرفد هاد لي فوسيل. دونك من الداخل يجوا بهذا الشكل فوالا ديال الداخل كاينه مرايا وهنا يجو كاينه لي فوسيل ومعاهم لي فوسيل تاعهم كيفاش راه يلصقوا. دونك انا شفت زوج انواع في الانترنت تاع هاد لي فوسيل المغناطيسيين. دونك كاين اللي تحطوا فيهم لاكول هي اللي تجي بالمغناطيس وفيهم هما هذوك الدبابات المغناطيسيين تاع الحديد كتحطوا البرودوي ما تلصقوهم يلصقوا وكاين اللي كيما ديالي دونك تحطوهم هما وتلصقوهم من تحت بهاد لي فوسيل ديالهم ثاني كيجوا مغناطيسي. دونك انا بعثوا لي الشركه زوج انواع منهم. دونك بعثوا لي هادو لي ناتوريل وبعثوا لي نورمالمون هادو غلامور هادو جو بونس غلامور ولا دراماتيك نورمالمون دراماتيك لي جو كيما هكا لي جو فريمون معمرين. دونك هادو لي جو معمرين وهادو لي جو وهادو لي جو ناتوريل لي جو معاهم جهه غوش وجهه جهه غوش وجهه دروات وجو معاهم هاد سته صغيرين. دونك في كل وحده فيهم تلقاو هنايا حديده في الوسط حديده وفي الاخر حديده هنا حديده في الوسط يعني نلصقوهم منا بحديده حديده ومنا دونك يلصقوا كامل لي فوسيل. وشنو تاني نهضر لكم في كل فوسيل عندها طاي. دونك لا طاي الصغيره تاع من قدام ماشي كيما تاع من اللور اكيد. دونك تاع من قدام تجي صغيره تاع من الوسط تجي على نفس الحجم تاع الوسط والتاليه كامل تجي طويله باش تعطيكم هذاك الفوسيل اللي يجو بهذا الشكل. صراحه هاد العام ولا هاد الصيف ما كسرتش فريمون راسي بالنسبه لعينيا باسكو فريمون عجبوني وخرجوا عليا وبنتك شغل دايره ريونسمونت ماشي ريونسمونت دايره ديكستونسيون سيل. دونك اشاك فوا كانوا يسقسوني صرا من درتيهم كيف درتيهم في باري هما نو دي فوسيل. دونك فريمون ما كسرتش راسي كامل بالنسبه للعراس وين كنت ندير ومن بعد تنحالي شويه في الكشتو في العراس كي نديروا لي فوسيل ولا يبداو يجونا شويه في لافا هنايا ولا يبداو يتنحاو وتقعدوا تلصقوا ولا انا ساعات صرا لي بزاف هاد لي كا في العراس وين لي فوسيل تاعي يبداو يتنحاو سيرتو مع العراق ومع الشطيح ونكزو بزاف دونك لي فوسيل تاعنا يبوجيو. باغ كونطخ هادو ما بوجاوليش كيما نحطهم كيما نخليهم كيما نخرج بهم كيما ساعات نرقد في الطوموبيل يقعدوا لي كيما راهم. هذا البوان بوزيتيف تاعهم اللي عجبني فيهم سي كو ما يبوجوليش بزاف شابين يبانو ناتوريل يلصقوا تري تري بيان مع عينيكم يعطيكم لا فورم تاع عينيكم يسهلوا عليكم بزاف يسهلوهم عليكم. بالنسبه للناس اللي عندهم بروبليم ما يعرفوش يلصقوا لي فوسيل تاع اللصقه هذوك ويطلصوا عينيهم دونك هادو احلى حل تلقاوه ولا تصيبوه ولا الحل اللي شباب فريمون يوالمكم ديالهم فريمون ساهل. دونك مع الاول اكيد اي حاجه نشروها مع الاول ما نعرفوش نخدم بها انا تليفون كي نشري مع الضربه الاولى ما نعرفش نخدم به. دونك هادو ثاني مع الضربه الاولى كي وصلوني لقيت شويه صعوبات كنت نلصقهم ما لقيت شويه صعوبات مع لو طون ابري بعد ما ولفت بهم شويه دونك ترك 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 نلصقهم مازال شويه هكا نلقى صعوبات صغيره نلصقهم عينيكم حنكم نوريكم ديجا الطريقه كيفاش تلصقوهم. دونك فوالا عجبوني بزاف حوايج في هاد لي فوسيل اون بليس يقعدوا لكم دونك ماشي من نوع داك اللي يخسروا البرودوي هذاك تاع لاكول كيما تلصق في لي برودوي الاخرين وين ما تقعد لكمش مده اطول. دونك نو هادو يقعدوا لكم بلوس كو 2 موا 3 موا بلوس. دونك فريمون كي تحافظوا عليهم يقعد لكم ما تحافظوش عليهم ما يقعدوا لكمش.
En plus, les choses qui m'ont plu فيهم c'est que je m'aime les boîtes donc trois de juste محافظين عليهم في لا بوات ديالهم تحطوها في الساكوم هذه لا بوات اللي نديرو انا كي نديرهم دونك نرفد لا بوات معايا في الساك ولا نرفد ميني بوات وين كينعيا جوست نحيهم ونلصقهم اي فوالا التركاب تاعهم ساهلين وكتنحوهم ثاني بزاف ساهلين جوست تنحوهم كي ان هكذا مي اي سي يو ما ما تزربوش باسكو كون يتحول لكم هذوك اللي من تحت وهما جايين نواخ وني جاي البوان السلبي تاع هاد الحوائط تاع هاد لي فوسيل دونك يروحوا لكم وما تلقوهمش وروحوا نتوما ولقاوهم سيتو كنتو في الطوموبيل ولا في الظلمه ولا البرا ولا دونك كونوا ردوا بالكم كي تجوا راح تنحوهم دونك نحوهم ديريكتومون في لا بواط ديالهم فوالا بالنسبه لي بوين بوزيتيف تاع هاد لي فوسيل اللي قلت لكم vraiment sont magnifiques عجبوني لي فيتا نجودوكا البوان نيجاتيف لي ما عجبنيش في هاد لي فوسيل هما هاد الصغيورين كيما قلت لكم كيطيحوا لكم روحوا نتوما ولقاوهم ديجا في الاخرى عندي 6 نورمالمون كيما هادي في الناتوريل مي طاروا لي ديزا طاروا لي ديجا زوج دونك زوج ما لقيتهمش حوست عليهم اون بليس لا بروميير فوا كنت لابسه بول نوار دونك ما لقيتهمش ما لقيتهمش جو سي با ما باش وين راحوا ولا دوزيام فوا في لا دوش دونك جو بونس سيحت عليهم الماء دونك راحت مع لا دوش دونك كيما قلت لكم ردوا فريمون بالكم باش ما يروحوا لكمش هادو الصغيورين بالنسبه للبوا نيجاتيف ثاني الحاجه اللي ما عجبتنيش سي كو اذا ما حافظتوش عليهم اي سي نورمال دونك انايا في هادو تاع دراماتيك ولا غلامور دونك طارت لي ديجا هذيك تاع في الوسط مزيان ما ضروريش تاع من قدام دونك تاع من قدام دوكا نخدم بهم نورمال نحط غير وحده من قدام وحده من لاريير مي تاع في الوسط هذيك طارت لي باسكو كي جيت نحيها دونك قلعتها بها بالتكيره شي نيجاتيف هذا باسكو كيما قلت لكم راح تداوموا عليهم في الديبي انا كنت نقعد فريمون نهبل باش تلصق لي ماشي باش تلصق هما في اللصاق يلصقوا مي في الطريقه دونك لازم تكونوا تعرفوا فقط الطريقه باش تولوا تقدروا تلصقوهم فاسيلمون باغ اكزومبل كنت نديرهم toute la journée donc par exemple كنت نخرج مع ايمان ولا في ولا كي يكون عندي فواياج ولا عرس ولا دونك نخليهم من الصباح حتى الليل دونك شويه نولي نحس عينيا بدات تتقل دونك يتقلوا شويه العين سي نورمال باسكو راه الحديد لاصق هنايا دونك تكير نبدا نحس راسي وجع فيا هي غير منهم دونك مع الاولى ما كنتش نفيق من بعد عرفت باللي راسي كي كان يوجع فيا ويدور جست منهم باسكو حاجه ثقيله راها في عينيا وهذه الحاجه اللي شويه نيجاتيف فيهم دونك يتقلوا شويه العينين هما ما تحسوش كامل بلي دايرين حاجه في عينيكم والو ما تحسوش كامل بلي كاينه حاجه في عينيكم بزاف خفاف مي مع الوقت جوز لا جورني تاعكم دونك تحسوا بلي كاينه فريمون حاجه راها ثقيل على عينيكم نولي ندير هكذا انا دونك فوالا هذه الحاجه اللي ما عجبتنيش فيها مي نشوفها حريه شخصيه وين ما يجوكم جوست نحوهم وحطوهم في لابوات ديالهم نجودوك للطريقه دونك اول حاجه اللي نديرها انايا راه باش يبانوا لي شفرتيه اذا كانوا شفرتكم ترونسبارون كيما هكا ما يبانوش كامل دونك تجيكم صعيبه باش تلصقوهم سورتو في الديبي هنايا دونك لازم كلي ندير ماسكارا من بعد نديرها هي بالنسبه لاحسن ماسكارا استخدمتها في حياتي وهي عجبتني بزاف 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 تقدروا تقولوا احتلت المرتبه الاولى عندي في الماسكارا تاعي اللي هي هذه تاع كيكو هايله 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 البنات دوك نوريها لكم كيفاش جايه اللي عجبني فيها الفرشه تاعها تجيب هذا الشكل وهاد الفرشه تخليكم يعني بغيت تشوفوا هاد الماسكارا شحال هايله دونك هذيك الماسكارا تاعي نخليها تنشف شويه باش نجي نبدا ندير هاد لي فوسيل تاعي نصيحه كي تجو ديروهم دونك ديروهم مرايه مقابلتكم يعني ما تشدوش مرايه بيدكم وديروهم هما باسكو فريمون غادي يطيحوا لكم دونك العفسه تاعهم هي كيفاش ضغطوا الفوسيل الفوق وهذوك الصغار نبداو نشدوهم وحده وحده باللقاط بهاد اللقاط صغير الحاجه اللي تنرفي ثاني فيهم ما هضرتها لكمش سي كل لقاط جاي حديد وانا ش بريفير كون كان بلاستيك خير علاش هي مليحه وماشي مليحه كون جا بلاستيك كيطيح لكم ساعات مع طيح لكم تلصق فيه باسكو هو حديد مي كون جا بلاستيك طيح لكم ما تصيبوهاش مي اوسي تلصق فيه بزاف دونك كي يكون لصق انا عم بات لي سي بون لصقت كي نجي نحي هكا دونك مع هذيك التكيره تلصق في الحديده تروح بالماسكارا من فوق اللي من تحتها واللي لصقتها مليها دونك تما الخدمه تاعي تروح في الزيرو دونك ما تلصقوش الفوسيل بيان معاه دونك جوست هذيك الشعرات غير بشويه هكا باش تقدروا تلصقوهم ناخذوا الفوسيل نديروا له هكا شويه باش يعطي لا فورم تاع العينين نضفها شويه من الشعر من الغبره
ونجي نحطها فوق الشفارتين تاعي، ماشي من تحت من فوق. مقابل المرايا وتجوها تحطوا هاد الكيره من تحت، ديروا هاك وتحطوها. دونك انا كي عندي المرايا في الجهه الاخرى دونك ما نقدرش نشوف. دونك واش ندير؟ ندير عينيا بهاد الطريقه ونجي نلصقها. دونك انا ما لصقتليش مليح، واش ندير؟ بشويه نحي تاع اللي من تحت، نعاود نحطها في اللقاط ديالي، نقدم شويه هادي ايوا. دونك كيما راكم تشوفوا دونك لصقت. نجو هنايا نسقمو تاع من القدام وسي، ونجي ندير جوست فوالا بين يشوفوا راهم لاصقين تري تري بيان. نجي ندير الجهة الأخرى. بهذا الشكل بان عينيا سنسيبل دونك سمحوا لي. وراح نجي نغمض تاني عينيا ونرسم شوية هكا. فوالا هذا مكان نتوما دايرين الفوسيل ديالكم. دونك فوالا بالنسبة لهاد لي فوسيل كيما قلت لكم عليهم، الحوايج الإيجابية فيهم يغلبوا السلبية، دونك فريمون يغلبوا السلبية. جوست بالنسبة للحوايج السلبية اللي فيهم أنهم لازم تحافظوا عليهم سينو يطيحوا لكم. دونك لازم تحافظوا عليهم مادام محتشروهم ببخي معين، دونك لازم لكم المحافظة عليهم. راح نخلي لكم رابطهم من تحت في صندوق الوصف اللي راهم حابين يكومونديو منهم. ننصحكم فريمون بهم باسكو 60 ثانية وانتم دايرينهم في عينيكم. وثالث عندي لكم كود برومو اللي محبين يكومونديو، دونك نخلي لكم الكود برومو هنايا في الشاشه، ونخلي لكم الرابط تاعهم تحت في صندوق الوصف. روحوا وشوفوهم. حنا دوك بالنسبه لهذا الفوندو تاع من عند نيكس، دونك اسمه كانت ستوب. دونك هذا مكتبين هنايا فول كوفريج فونديشن، مي كيما راكم تشوفوا ماهوش فول كوفريج. علاش؟ باسكو انا استخدمت كميه قليله كي وشتو حط شويه بالاصابع تاعي، لانه انا اصلا حبيت هاد التغطيه. ولكن هاد الفوندو تاع قيس ما ديروا منه اكثر، قيس ما يعطيكم هذيك فريمون التغطيه اللي راكم تحوسوا عليها. دونك من احسن لي فوندو تاع اللي استخدمتهم تاني في حياتي. دونك شريتو هاد الصيف، ديتو معايا، قلت نجرب، حبيت نجرب بزاف لي برودوي جداد هاد الصيف ونعطيكم رايي فيهم بعد ما نروح. دونك فريمون عجبني هاد الفوندو تاع، بزاف هايل، جاي ناسب الناس اللي عندهم البشره تاعهم ميكس كيما ديالي، ولا اللي عندهم البشره تاعهم سيش. دونك فوالا، دونك جاي ماشي مات 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 مات، دونك جاي مويان، و تاني جاي بزاف خفيف وليجي على البشره. وكما قلت لكم قسم ما تزيدوا منه قد ما يعطيكم هذيك التغطيه اللي راكم تحوسوا عليها. انا نحوس فقط على هذه التغطيه ناتوريل، يعني حابه نغطي، مانيش حابه ندير التغطيه هذيك الكبيره باسكو ديجا راح ندير شويه اونتي سيرم ثقيل. دونك لونتي سيرم اللي جربته تاني هذا الصيف وعجبني وننصحكم به. دونك هذا تاني عنده كوتي بوزيتيف ونيجاتيف بالنسبه ليا انايا. دونك اللي هو هذا تاع لوريال كونسيلر اللي جاي كيما هكا. دونك هذا اللي قال لك يشبه لونتي سيرن تاع تارت، هذا جاي فريمون ثقيل. دونك هذا اونتي سيرن ثقيل، وممكن نديرو هنايا زعما باش نغطي، وانا ساعات ندير لونتي سيرن تاعي ما في وجهي باش نغطي بيه. دونك هذا ينشف لكم البشره تاعكم ويدير لكم الخطوط، مام هنا يدير لكم الخطوط. دونك هذا الفوندو تاع لونتي سيرن يخطط في الوجه، وانا نكره الحاجه اللي تخطط وفي لا جورني من بعدها تولي تبان وجهكم هكا. دونك لازم لكم تبودريوه، لازم ديروا لا بودغ، وانا نكره حاجه اسمها بودغ، ما على باليش علاش، و جامي نوتيليزي لا بودغ. مي سينون يغطي لي سيرم تري 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 بيان.
دوكا نجي ونكمل المكياج تاع عيني لاني مازال ما كملتش باسكو راني حابه ندير هاد لاكولور اللي جايه بلو تركواز جاي بهذا الشكل. ودوكا نحو هاد الوجه تاع الشبح واكيد نديرو كونتور. هنا ناخذ هاد الهايلايت من عند جولدن روز نديرو في الانف شويه هنا دوكا حان وقت الروج ليفر راح ندير هذا تاع ايسونس نيميرو 02 وردي بزاف شباب دوكا مش حنخليه هكا راح نضيف له جلوس من عند نيكس اسمو مادلين لي سونسير خليكم كامل البرودوي تاعهم اللي من تحت في صندوق الوصف الاسامي تاعهم كامله بالارقام هكا باش الخطوه هي التثبيت. راح ناخذ هاد ماء الورد من عند لا مارك كوريس دونك نحب نثبت بالماء الورد فوالا اي فوالا فوالا فوالا. بالنسبه للمكياج تاع اليوم جيسبر يكون عجبكم. الجبه الخضراء الشابه اللي فيها لي كولور اكيد في السيت تاع اورينتال توندونس دونك انايا عشقت في هاد الجبه اللي جايه بزاف شابه وجايه خفيفه تحتها في صندوق الوصف نخلي لكم الرابط تاعهم. وهذا ما كان ما نطولش عليكم بزاف وباي باي.